بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف الكائنات سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه إلى يوم أن نلقاه، أما بعد، في هذا الوقت المبارك من هذا اليوم المبارك وفي هذه البقعة المباركة أرض فلسطين، وتحديداً في هذا المسجد المبارك، مسجد استقلال أندونيسيا الكبير، أشكر الله جل وعلا أولاً وآخراً أن أكرمنا بأن يسر لإخواننا أهل أندونيسيا المشرق الإسلامي العظيم إتمام بناء هذا الصرح المبارك في الذكرى السنوية الأولى لافتتاح هذا المسجد العظيم الذي غدا منارة علمية ودعوية وفقهية في كافة منطقة خان يونس بأكملها. أحمد الله العظيم أن يسر لإخواننا، أن جعل لهم سهما من سهام الإسلام في هذا الصرح العظيم الذي يمثل رافعة من روافع العمل لدين الله وتثبيت الناس في أرضهم. والشكر موصول لإخواننا أهل أندونيسيا المشرق حكومة وشعبا، وللجمعية المباركة جمعية كاسي بلسطينة، ولشركائها الكرام البررة الذين على ممر أعوام طويلة ساهموا وساندوا وعملوا في هذا الصرح المبارك حتى يخرج بهذه الصورة المباركة، ليغدو هذا المسجد منارة للناس في كل مناسباتهم، في أفراحهم وفي أتراحهم، في احتفالاتهم، في تحفيظ القرآن الكريم، في ترشيد تدين الناس، في اجتماع الناس للصلوات والجمعات والأعياد المباركة، حتى أضحى هذا المسجد بمثابة جامعة إسلامية لأهل هذه المنطقة المباركة، لأنه أضحى وبلا منازع أكبر مسجد قد أنشئ في منطقة معا وشرق خان يونس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزل لإخواننا العطاء والمثوبة، وأن يكرمهم بواسع كرمه، وأن يفيض عليهم من عطائه، وأن يحفظهم في أنفسهم وفي أهليهم وفي ذراريهم وأموالهم، وأن يعينهم على استكمال هذا المشروع العظيم واستكمال ما تبقى في بناء هذا المسجد وتشييده وما تبقى عليه من احتياجات ولوازم. فإن الله تبارك وتعالى قد يسر لهم الخير وكتبه على أيديهم، وسيجريه بإذن الله جل وعلا لشعبنا الفلسطيني، كما أدعو الله تبارك وتعالى أن يزيل السدود والحدود لنلتقي بهم بإذن الله جل وعلا في هذا المسجد، ثم في ساحات المسجد الأقصى فاتحين، وما ذلك على الله بعزيز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.